نظمت الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لقاء مع صغار المزارعين في مركز الباجور بمحافظة المنوفية. يأتي اللقاء ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مبادرة إزرع، والتي تقدم حزمة من التدخلات، منها الدعم الفني ومدارس حقلية ولقاءات إرشادية توعوية لإتباع المزارعين أفضل الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القمح. احنا النهارده موجودين مع مزارعين قريه سبك الضحاك مركز باجور محافظه منوفيه. احنا موجودين علشان المزارعين دول اللي هم مزارعين مبادره ازرع. مبادره ازرع دي المبادره اللي بتهدف لزياده انتاج محصول القمح اللي هو المحصول الاستراتيجي الاول في مصر. المبادره بتدعم صغار المزارعين وبتهدف للتوسع في زراعة القمح. المبادرة السنة دي بتهدف لزراعة 1,000,000 فدان ب 500,000 مزارع في 16 محافظة، اللي المنوفية محافظة منهم. احنا موجودين النهاردة لتوعية صغار الفلاحين بالمبادرة وازاي يقدروا يستفيدوا منها من خلال الدعم والإرشاد وتوفير البذور ليهم بنص الثمن لتوسيع زراعة السلع الاستراتيجية على مستوى مصر. الفائدة اللي بتعود علينا احنا او بينتج ايه عن المبادرة؟ احنا بنقول ان المبادرة نجحت وان الناس كتير بدات تستفيد منها، وبدا يبقى في وعي من صغار الفلاحين ان احنا فعلا بنقدم لهم خدمه عن طريق مديريه الزراعه بالمنوفيه. بيعملوا المبادره دهيت، بيساعدوا الفلاح وينزلوا التقاوي بنصف الثمن تشجيعا للمحصول الاستراتيجي اللي هو محصول القمح عشان يتوسع في زراعه القمح. طبعا عندنا تقاوي منطقة 4-5 أصناف أو أكتر ممتازة جدا، بيتعدى المحصول بتاعهم في الإنتاج لأكتر من 30 أرداف. مبادرة كويسة جدا والمفروض كل واحد يشارك فيها، يعني المبادرة دي كل واحد المفروض ساعة ما يقول إن فيه مبادرة جاية في سوق كل واحد لازم يشارك فيها، لأنها هي في صف الفلاح، هي في صفنا وبتبلغ الكلام بتاعنا المسؤولين، فلازم إن إحنا كل واحد فلاح يحضر المبادرة دي عشان يحكي عنه. يا زراعة كويسة فعلا والحكومة نزلت قوي كويسة. سعدت كثيرا بهذا اللقاء لأنه لقاء فيه إبداء كافة أوجه التعاون مع المزارع والفلاح المصري. أدعو الله عز وجل لكل القائمين على هذا الأمر إن ربنا يوفقهم ويكتب ده كله في ميزان أعمالهم إن شاء الله بمشيئة الله تعالى.